السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى مع مطبخ شيوات مريم، مرحبا بكم معنا. اليوم غتقدم لكم واحد الأكلة مراكشية 100%. غادي نديرو الطاجية المراكشية بالدجاج، تجي زوينة وبنينة ومعلكة، ما تقنعوش منها. مكوناتها بسيطة ومذاقها بنين. تنحتاجو ليها دجاجة متوسطة بين 2 كيلو و2.25 كيلو، معلقة كبيرة ديال الكمون، معلقة ديال القزبر، لب ديال الحامضة كاملة، معلقة ديال السمن، راس ديال الثومة، كاس ديال العنبة ديال الماء فيه زعفران حر، نصف كاس ديال الزبدة. يلا نبداو على بركة الله. في إناء تنديرو معلقة كبيرة ديال الكمون، زائد معلقة كبيرة ديال القزبر، لب ديال الحامضة، تنزعو منو النوا ديالو، تنديرو غير اللب فقط. بالنسبة للملح راني ماشي نسيتها، غير ما تدرش فيها الملح حيت اللب ديال الحامض تيكون مالح والسمن الحار حتى هو مالح، هادشي علاش ما تنديروش الملح باش تجي مقبولة في المذاق، ما تجيش مالحة بزاف. ثم تلقاو اللب ديال ثم تلقاو الزريعة ديال الحامض تحيدوها. تنضيفو داك الكاس ديال الزعفران نعمو، زيت الزيتون، نخلطو مزيان، ندهنو مزيان الدجاج ديالنا.
بعد ما شرمنا الدجاج ديالنا غادي نخليه واحد ساعة يترقد ويشرب العطرية مزيان، عاد غادي نكملو الطياب. السلام عليكم مرة أخرى. من بعد ما دازت ساعة غادي نطيبو، غادي دابا نطيبو، تنديرو في طنجرة البطاط، تنستو الدجاج ديالنا، تنسكبو ديك الشرمين اللي درنا وداك الماء الزعفران كامل والقزبر، تنضيف السمن، ملعقة السمن البنة وراس ديال التوم، تنسد عليه طنجرة الطبق وغادي نطيبو 45 دقيقة على نار مهيلة. يلا انا غنحطو دابا يطيب 45 دقيقة على نار مهيلة، من بعد نوريكم كيف غادي يطلع. اعزائي، من بعد ما طيبنا الطبق ديالنا 45 دقيقة على نار مهيلة، هذا هو التقديم النهائي ديالو، تجي خفيفة وبنينة ومعلكة، تستحق التجربة. عندك ما تجربوهاش جربوها وردوا عليا الخبار. ها نتوما عندك تنساو جيم وابوني وتفعيل الجرس، غير جربوها، نتمنى تعجبكم. الصحة والراحة.